كده انا اكتشفت معاكو اكتشفت نتيجتين، ان الحياة طلعت اصعب بكتير من واجب الحساب والفيزياء، وتاني حاجة ان فعلا الحياة ما فيهاش راحة، بس فيها مرحلة في حياتنا طاقتنا فيها وصحتنا اكتر من اي مرحلة تانية، ونقدر نعمل فيها اللي مش هنتعب بعده أبدا، مرحلة الشباب. بس ثانية واحدة، أصل كلمة شباب دي بقت لغز. الشباب اللي هو مين بالظبط؟ أصل موضوع الشباب ده فكرني بفتحي. فتحي ده عيشة عمر، هو درس إعلام وأنا درست تمثيل، وبعد ما خلصنا اتقابلنا قال لي إيه ده؟ إيه يا صبحي ده؟ إيه الظلم اللي إحنا عايشين فيه؟ ده مجتمع ظالم، فين فرص الشباب؟ احنا كشباب لازم ناخد فرصتنا. تقابلنا بعد كام سنة كان خس خالص قوي، وشه بقى قد اللقمة، وقال لي أخيرا اشتغلت في صحيفة مجلة صوت الشباب، صفحة كده يعني، بيشتغل في صفحة من المجلة. بعدها بكام سنة قابلته، يا فتحي عامل ايه؟ قال لي الحمد لله ترقيت، بقيت ماسك مشرف على صفحة الشباب في مجلة صوت الشباب. قلت له ده انت داخل على 50 يا اخي، ما تسيبها بقى لحد صغير. قال لا احنا لسه شباب. قابلته اخر مرة كان بيعمل عملية قلب مفتوح، قال لي خلاص كبرنا يا عم صبحي، بقينا عظمة كبيرة، الشباب لازم ياخدوا فرصتهم. انا سبت الصفحة خالص. قلت له والله برافو عليك. قال لي بقيت رئيس تحرير المجلة كلها. الله يرحمه، مات وهو رئيس مجلس إدارة مجلة صوت الشباب.